شهدت محطة مياه الشرب بالمحلة الكبرى في محافظة الغربية تطوراً كبيراً خلال السنوات العشر الماضية، وذلك من خلال زيادة طاقتها الإنتاجية من 250 إلى 800 لتر لكل ثانية بتكلفة تصل إلى 190 مليون جنيه. وتخدم المحطة التي تبلغ طاقتها الإنتاجية اليومية 70 ألف متر مكعب 500 ألف نسمة من المواطنين في المحلة الكبرى. طبعا تاريخ انتاج المحطه دي من ايام الملك فاروق، تمام، ما عدى عليها اكتر من 100 سنه انشاء، وطبعا عدت بعده مراحل تطوير من 250 لتر ثانيه طاقه استيعابيه الى الان 800 لتر ثانيه طاقه استيعابيه، تمام. طبعا هدفنا هنا في المحطه كوب مياه نظيف لكل مواطن. بتمر المياه هنا بعده مراحل تنقيه بمرحله المروقات ثم المرشحات ثم التطهير بكلور. عندنا هنا محطة المية بيتم عمل تنقية من أول بمحطة خام بحر جبين، بداية ببير التوزيع بمروات ومرورا بالمرشحات. بيتم أثناء المراحل التنقية ديت جمع عينات من كل نقاط مراحل التنقية وتحليلها في المعمل كيميائيا وبكتيريولوجيا للتأكد من صلاحيتها، تمام. ومراحل التنقية دي بتتم عن طريق إضافة بعض الكيماويات زي الكلور والشبة للمية بجرعات معينة. برضو المعمل هو اللي بيقوم بعمل بعض التحاليل زي تجربة تحديد جرعة الشبة وتحديد جرعة الكلور. مية بعد المحطة دي بقت حسينا بتحسن شديد، يعني قبل كده كانت المية بتقطع كتير قوي وكده، لما المحطة دي اتعملت حسينا ان الموضوع بقى احسن. الحمد لله المية دلوقتي بقت كويسة هنا في المحطة مع مشروع الاحلال والتجديد اللي حصل في المحطة، الامور بقت كويسة احسن من الاول بكتير. المحطة اتطورت الصراحة، المية بقت حلوة قوي في المنطقة وجديدة وعمالة تغير، في تحسن يعني.